السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي وحبايبي طلاب الصف الأول الابتدائي. النهاردة هناخد هيا نتعلم الرياضيات، بس الحلقة دي مخصوصة للصف الأول الابتدائي إن شاء الله. النهاردة أول حاجة هناخدها، أخدنا المرة اللي فاتت التقويم، وقلنا إن التقويم لازم نبقى عارفين اليوم والشهر والسنة والأيام الأسبوع إيه هي. النهاردة إن شاء الله هناخد قطار الأرقام، وقطار الأرقام بياخدوا الصف الأول الابتدائي. وأول حاجة في قطار الأرقام هو رقم واحد. واحد يعني عربية واحدة، أو فيل واحد، أو عصفورة واحدة. يبقى رقم واحد بيدل على حاجة واحدة. أنا عارفة أن أنتوا كلكم شطار. طب بيقول لي هنا تعالى نوصل، يلا نوصل. واحد هنوصله بالفيل واحد، وإيه كمان؟ ولمبة واحدة. برافو عليكم شطار يا حبايبي. طب رقم اتنين، رقم اتنين يعني معناه حاجتين، ادي واحد اتنين، برافو. او اهو برضو زي نمرين، ادي واحد اتنين، يعني رقم اتنين بيدل على حاجتين بالظبط. طب ما يجي يقول لي نوصلهم، نوصلهم بايه؟ ايوه باتنين، بالرقمين او باللمبتين او بالكلبين، برافو. طب رقم تلاتة، من رقم تلاتة اهو، ورقم تلاتة لما نيجي نعدوه واحد اتنين تلاتة، يعني بيدل على تلات اشياء زي اهي واحد اتنين تلاتة. برافو عليكم. لما نيجي نوصله هنوصله بايه؟ بتلات اشياء، برافو. رقم اربعة، ورقم اربعة بيدل على اربع حاجات زي اربع بالونات، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، او اربع سندوتشات، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، او اربع دبدوب، واحد اتنين تلاتة اربعة. وما يجي يقول لي وصل رقم اربعة باشياء، يبقى بعد كل الاشياء لغاية ما اوصل لرقم اربعة. طيب فين هنا عندي رقم اربعة؟ ايوة يا شطار، برافو عليك. اهو هما دول، واحد اتنين تلاتة اربعة، برافو. وهناخد كمان رقم خمسة. رقم خمسة ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، او خمس دباجيب، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، او خمسة كيك، اهي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. انا سمع طلابي وحبايبي الشطار. طب تعالوا نوصلوا رقم خمسة بانه حاجة في الصور دي هي رقم خمسة؟ ايوة برافو، خمس شمسيات، برافو عليكم. طب بيقول لي اختار الرقم الصحيح، عندي واحد اتنين، يبقى الرقم اتنين. طب الكرة دي كرة ايه؟ واحدة، يبقى اعمل دايرة على رقم واحد. طيب الفيل ده تعالوا نعدوه كده، واحد اتنين تلاتة اربعة، يعني اعمل دايرة على رقم اربعة. طب القلم ده كم واحد؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، يعني اعمل دايرة على رقم خمسة. طيب الوردة دي كم وردة؟ واحد اتنين تلاتة، هنعمل دايرة على رقم تلاتة، برافو حبايبي. طيب عندنا كمان حاجة اسمها اطار الخمس خانات. اطار الخمس خانات ده بنشوف الصور اللي عندنا كام صورة، وبنحط نقطة في الإطار من جوه، أجي واحد اتنين أحط نقطة هنا ونقطة هنا، برافو عليكو. الصورة اللي تحت دي واحد اتنين تلاتة أربعة، يبقى أحط أربع نقط، واحد اتنين تلاتة أربعة، برافو حبايبي شطار. كمان بيجي يقول لي إيه التمثيل على خط الأعداد. التمثيل على خط الأعداد ده بعد الصور وبحط نقطة عند الصورة، اجي واحد اتنين تلاتة بحط نقطة عند الصورة، برافو. طيب يعني اما يجي يقول لي اهي بحط نقطة عند رقم تلاتة اهي هنا. طيب اما نعد الصورة اللي تحتيها، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، يبقى عد اقول واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، احط نقطة عند الصورة، ده التمثيل البياني. وبكده نبقى خلصنا درسنا النهاردة. درسنا النهاردة كان العد من واحد لخمسة مع التمثيل على خط الأعداد مع إطار الخمس خانات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.